واليوم تحدينا نعيش يوم كامل ب 2000 دينار وبنفس لون ملابسنا. راح تشاهدون بهذا التحدي عقابات وضحك مو طبيعي. خليكم ويانا واستمتعوا للنهاية. مشاهدة ممتعة. عليكم قرار وهمسة. ومثل ما وضحنا ببداية الفيديو راح نعيش يوم كامل ب 2000 دينار وبنفس لون ملابسنا. خليكم ويانا وتجهزوا وخلنا نشوف مين راح يفوز. انا راح اشتري ب 1000 دينار. حبيبي انا راح اروح ادور الشغلات الكبيرة لاناني. مرهوي كبيرة. صدق انت تاكل هواي وانتي؟ انا هم بضفة كبيرة هم مريد هواي. لعد انا راح ادور شغلات امها اثنين بربع ذن الزغار. حتى يكفل لي. يلا تعالوا. واو العشق حلو. كلش هواية بلون ملابسي. ايه هاي ناخذها. لا لا. ما ناخذ هاي. ايه. حلو. هاي. ومن بعد تعب وارهاق لقيت النستلة اللي بلون ملابسي. يلا تعالوا وياي خلينا نشوف بعد اكثر. وهسه لقيت النستلة العملاقة ممكن تكفيني يوم كامل وبلون ملابسي. شوفوا هذين اعتقد مزعلات ويا خواكل لان كل وحدة من شكل. بس انا راح تاخذ هاي. ابقي باي باي. تعرفون احنا كل واحد نشتري ب 1000 دينار. هسه صار 750. هذا بالقوة لقيته بلون ملابسي. ناخذ بعد لو بطل ماي وعصير. تعالوا. اوه لقيت الجبس اللي هو بلون ملابسي. والمفاجأة الحلوة راح نربح بيه ربع، يجوز ربع يجوز ألف، وأضيفه فوق فلوس الألفين. هسا لقينا هذا الجبس ممكن يمشينا ساعتين، بكم انتو شايفينكم واحد يترهق بجبس، والنوب الحلو بهدايا، روح أبو زود، تونس. هسا هذا بالفواكه وبلون ملابسي، يلا أنا كملت، خلينا نشوف شو أخذوا. هلا هاي النستلة وموت عليها. حمور بو يا حمور، حمور بو يا حمور، جاية ترى بالتنور. طبعا أنا لوني بد متعب بشكل. خلينا نشوف. تم 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 تم. لقيت بيبسي بلون ملابسي. الله تعالوا وياي. هسه أخذنا هذا العصير أبو الفراولة. أموت على الفراولة. تحبون فراولة ولا لا؟ تزدوا بالتعليقات. هسه أنا حسابي 1000. يلا خلينا نشوف زيودي وهمسة. 1000 دينار؟ أموت حسابي 1000 دينار. خليني أشوف أنا إيش قال. يا رب بطل 500 دينار. 1750. 1750؟ طلعت هاي البلف، وانا من البداية ما حابتها، هم زين طلعت بلف، راح ارجعها واجيب شي بربع. هسه اختاريتها، خليني اشوف ايش قد سعرها، خاف تطلع حملة. يا رب يكون ربع، يا رب يكون ربع، يا رب يكون ربع، ربع؟ قلبي. وهسه انا قررت اتريق بذني، العصير والنستلة. يعني ذني شبعنا كرار؟ ممكن، يمشينا ساعتين. حلو. واني بلشت راح اكل بالوجبه الاولى. واني راح ابلش بالوجبه الاولى. وانا انغدريت. ها شنو هاي؟ مايعه. مايعه. شوفوا. ها. قرار الزمهلي. تدللين. شرب ما جديد. وين شربتها؟ مو هكذا؟ انت ما حد يامن بيه. اوه هاي نستل بيها. اوه دبالك. حمامي. انا هسه جاي اتخيلها لفة جبن. هذا الشاي. تخيل عميق. يلا انا خلصت هاي مالتي، انطوني اياكم. ممنوع لا تطيها همسه، تظلين جوعانه والله. ايه كمان يوم كامل ترى بقى بس العصير. طيب بعدني ما جعت. اه بس هاي استكفيت بيها شويه، تمشيني ساعتين. سمعوا سفينتي طيارتي جميله. شبيك يا راش؟ شبيك بدي اغني؟ عبالي يطق ما طق. هاي الحاله احنا صغار نسويها. هسه انا شلون ابوعدكم؟ همسه شوف هاي الطياره. خلي اروح عنكم احسن لي. ابقى واكله وانتم. خطيه كرافه شي جوع. احنا احسن من عنده هو كلنا بسرعه مبين هو جوعان. اعتقد هو مو متعشي ويا. تيودي. ايه همسه. الشمس زاهية بالسماء. والطيور تلقلق بالسماء. وانا بالارض جميلة. تمام لا يقول.
الشمس والقمر يتلقلقي يم البابقي. الحمد لله والشكر هسه كملنا. بس اقول لك الصدق همسه قول بعدنا جوعان. تاكيني بعد التين. بس لا تقول صوتك لا يسمع لك الراد. بس هسه شنو راح تحمل بالكتب الناس ساعتين لو بدي اكمل الوجبه اللي بعدها. الله يستر الله يستر. اليوم شلون راح نتحمل احنا وياه زيودي كل يومين اكل اربع دجاجات. ما تحمل هم ياكلون وانا ما اكل. لذيذ بس بشوية. يا نوتي يا كرر يا كرر ما يتحمل ابو بطن. شفت شلون تكذب علينا؟ ايه بدقيقة انا ما اكذب بس ما اتحمل انتم تاكلون وانا ما اكل. هذا يعني طيب طعمه؟ هاش بيك كرر طيني شوية وياك والله جوعان. انا شوف انا عندكم بعض شغلات روحوا واكلوا انا ما له علاقة. شاه انت مخونا كبير. سؤال حبايب قلبي ايه هم مشترين واخوانكم الزغار قال لكم الطيني وما مطينه؟ اني ايه صراحة ايه. وانتي؟ اني لا والله كل ما اشتري ياخذون من عندي ياخذون قوة غير؟ ايه والحسين. شوفي باعي باعي انا مو قلت لك كرار ما اخذ من ذني؟ وقف ترى فارغ والله العظيم ما يدري بي. تعالوا. لا ما بي هاك 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 ما لاحظ مو صوتك صوت جال البكتة وخططت عنه همسة علي تخبيطك غلط خطط مرة ثانية ذكاء يا العظمي. تعال تعال غرب حظك. اي والله غرب حظك. او هسه البارتي الثاني لازم اكل تبس. تعرفون شغلة انا شريت من كرار وزيود على مود اخذ راحتي واكل على راحتي. طيب والله طيب طيب. وصلت. واو ربحت عزيز والله. ايش قلت ربع؟ الحمد لله وشكر ربي. يعني راح اشتري بعد اليوم راح احرقهم حريق زيود وكذا. شوفوا لقيت ربع حاك. ماكو بعد؟ لا والله ماكو. خلي اروح احرق قلبهم واقلهم ما لقيت ربع. حرقه والله. تعال هسه انا افتريت المدينه الالعاب كلها وما لقيت لا كرار ولا زيودي. يا رب هسه انا وين القاهم؟ خليني اكل الشبس مالتي لعناني كلش جوعانه منها ما يجوني. هاي لعيونكم. وقعد اوكي ما طول وقعد. راح اسالكم سؤال. اطيب اكله عندكم شنو هي؟ اكتبوا لها بالتعليقات. بالنسبه لي انا اطيب اكله احبها هي المقلوبه. الحمد لله وشكر ما تكسرت. لازم اخلص بسرعه من قبل ما يجوني. حسبوا ما بعد ثلاثه. جد نسيتها. انا شبيه والله دوله. تدون شغله انا كنت اني العطش بس يلا وياها جوعه يعني عطش وجوع. عشان هنا راح اكل الكبس. الكبس الاحمر. بس ايش راح الشبعه؟ اكتب معانات. هذا التحدي معانات والله العظيم. برايكم من راح يفوز؟ انا افوز. انا افوز. انت تقول هاي اللحظه تقول من راح يفوز؟ اكتبوا حبايب. ها اخوتي ها 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 الاكل يشبع. ها اخوتي الاكل يشبع. ها اخوتي يشبع. الو ها اخوتي ها الاكل يجوع. يا اخوتي الاكل يجوع. هسه تمام لا مو تمام؟ تمام. بدي احكي هيك ايش بيك؟
طعم رهيب. شنو اوكي ما تقبل تاكل انت؟ صراحة ما انت شبير. وهسه انا راح افتح على عناد كرار لانكمل اكله. عبي اهم شيء عبي خطيه. يعني ليش هيك تقهرون بقلبي؟ بالحياة يا مخشمة يا مخشمة. شباب؟ ها كرار. ما حد يسمعني؟ سمعوني؟ طقت روح من الجاحة سمعوني؟ طقت روح من الجاحة سمعوني؟ طقت روح من الجاحة سمعوني؟ شوف شوف قرار هاي اخر وحدة. على كيفكم؟ هسه الحمد لله كملت الشبس وبعد جوعان يا حبشي يا قرار. اي طين افتح لك؟ لا انا راح ما اكلها هناني. شوف ذيك شنو؟ باي باي. وراك وراك واني هم وراك. هسه قتلت بهذا المكان لو بحسنتين ما يلقوني. خلي افتحها واكل. تعالوا خلينا اسوى بعد اكذب. شايفين لكم حيه بلون ملابسي؟ هاي الحيه يلا خلنا ناخذها. ايه هاي شباب هاي همه تشبع همه زينه. وخليني هسه اختار الكاكاو اللي انا كلش اعشقه. مو تقولون هذا لانه بطرس انت تحبينه؟ لا 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 لان خمسه بربع. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وخمسة بربع. يلا يلا. وهسه هاي بطعم التفاح. يلا خلنا ناخذها ونشوف ايش راح ناخذ بعد بقالة ربع. راح اخذ من هاي الكيكة واعتقد طيبة لان انا من عشاق الكيك. كرار. ها هسه. ساعة شوف هاي بلون ملابسك. بس قزمة. ما يقالب علي. بطولك. يلا هاي. واخيرا لقيت ذنفين بربع راح ابو الزود. وهسه لازم اخذ حبة مفلس لاني كلش احبه. وهسه اخذنا مي وصار الحساب 1000 دينار. يلا تعالوا. هسه اخذنا بيبسي واعتقد صار حسابي 1000 دينار. وكان جبنا عصير. وهسه اشترينا وما تدرون ايش قد مشتاق للمي كلش عطشان. يلا عيني نبلش. يلا نبلش. خل اخذ هاي لان هاي فول. اوه زين احنا بطنك؟ لا. معدتك؟ لا. بعد ما تاكل تسكت. سمعوا؟ هلا اسمع هاي ما سمعت بديت علي. بعدنا حتى ما معقدنا. عندك باع لها؟ ها؟ انت مراقبني؟ ايه طبعا. اوه لا محمد غبي قول شلون؟ شلون؟ هذا نفس اللون. كوميدي. وهذا عنده خمس اشياء. مو انا قلت هذا اثنين بربع. حتى كملت من اشتري. ما اسولف لكم على الطعم الخيالي والرهيب والممتع. انا ايش عندي جبت هاي الحيه؟ حيه؟ ايه. يا يما. خوف 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 خوف. لا تخاف من الحية. زين ماتشي صرابة. الكيكة مالت وين؟ اجت بزونة من ساعة قبل اكلتها وشدت. ايه وانا قلت لها بيست. يلا راحت. بيست. ايه مياو. بيبسي بدون اكلة وياه مو طيب. صح. خذ لك واحد. والله راح احرش واحد درجة اولى. احمس اخوي احمس. كرار تدرى انا وهمس انغدرنا؟ شلون؟ شلون؟ لان ما جايبين مي. بس وجه قمال ما جايبين وانا قول انا عطشانة كرار اعطيني شوية ماء اعطيني شوية انت عبالة جوعانة مو عطشانة يمكن مساء كرار انا عطشانة هواية صدق انت عطشانة؟ ايه راح اشرب مكانك
وهسه انا ما راح اكل ذنه ابد. ليش؟ لان العقاب ما يرحم بهذا الفيديو. والله شباب ما اسولف لكم على العقاب والضامين الكرار. اي انتوا اكلوا حتى بكت الله تخلصون الاكل وتجوعون وتتراجعون. انا اليوم ناوي اخلي بطني مجوع. بس صدق همسه انا اليوم تدرين متفاجئ بزيودي؟ ايه زيودي اكل هواي، شلون اقتنع بذنه وشبيع ما ادري. دايخ 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 حبايب قلبي دايخ. قصدي زيودي؟ ايه يا كراشي خلص هذا اليوم معاناة من اصعب التحديات اللي جانا اني وهمسه وكرار. ابو شغله؟ شنو؟ انا ربحت ربع صايره اللوتيه القزمه. والعباس اشتغل جبت ربع استربحته بالشبس. هلا ربحت. وهاي المعاناة مال تحدي يوم كامل ربحت الربع؟ ماكو اقناع. يعني انت من كل عقلكم اكو شبس اكو ربع بالشيس؟ لا لا هو صدق مبين طالع بالشبس، لان هذا الشيس يطلع بس بالشبس وهي اشترت شبس ابو الفلوس. ها صحيح. يلا همسه انت مو عطشان راح ابيع لك مي هنا بربع. شنو كرر؟ تريد بيع المي مالتها؟ لا همسه اني اعطيك هذا درجه اولى. اقعد زيودي هي عطشانه. انا اريد ما اريد اكل. بس شوف الحركه مال التسويق مالته مال البيع. حلو. ما بيع. لا اشتري. يلا هنا بربع. يلا اوكي. كرر؟ عندك اقتراح. اي شنو؟ قول وهو وهو عافيه ابيع لك هذا. ها هذا هم ما تبيه شويه مبلل من الماء. زيوده انا زبون عكره تبيعهم كلهم بربع؟ لا يا اخي الدرع احتمال شويه طلعت بيقو. يلا ما يخالف ما يخالف. كرر اعطيني مجاني حبيبي هذا الربيع. ايه قبل ما انتم تاكلوا راح اروح اشتري بيه واجي. انا هم غبيه شلون اعطيت الربع الكرار واشتريت الماي؟ هسه لو خليته الربع كان فايده ومشتري بي. بس انا بعلاج كرار هذا الاكل كله ما راح تاكله وراح تنتظر كرار منه ما يجي على مود اني اللي افوز عليه مو هو. وهسه اشتريت عصير بس من جيت ما لقيت لا زيودي ولا همسه. الله اللي يعلم وين ياكلون. هسه انا شويه عطشت خلي اشرب مي. راح اخليهن منا على ما يجون الا اكل لان هم الواتا يردوني يخسروني. خلت مدد شويه. اخيرا لقيت قرار نايم. شوف ايش راح اسوي لكم بقرار. كان انجلت خلي انام شويه حتى اسد الجوع عمالتي. ايه وانت تجي تريد تاخذهن وتاكلهن على الحاضر؟ ولك هسه تحكي لي شلون مخطط على البوقه مالتي؟ كرار اقول لك بس مو تقتلني ابد. همسه اللي خططت على هاي الخطط. انا شعليه كرار ويطلعت من العليه. ها؟ هي يلا يلا وخروا عني. هاي حياه سكيه. شنها سكيه؟ كرار لاكل افاعي. هسه انا هاي خلصت. هاي مخبل رسمية. هاي بقت نص حية خلي أضمها. ولا كرار شغلاتك ما يخلصون وهواي. هذا اشتريته بربع مال همسة مو بعت لها مي. ها صحيح. كرار أنا هم ما صوتي. يا ها طويل شنو هاي كرار تضحك علي وخلص الحق. علاج كرار يمي كشفتك اكثر من مرتين بقيت من ما لا توكلني. لا زيود متوهم. ليش انت ما تتوب؟ دير هاي الرجل يا تتوب ما تتوب ما تتوب ولا خلع ايش الريد اجرح روح اقل ما لا تجي انت المسكين وانا المسكين. يلا عاجات يا غيت عاج عاجيك لك والله قليت والله يا همسة كرار دائما يغش. ايه صحيح صحيح. ايه بس زيودي احنا لازم قلنا مو ناكلهن. ها من الوقت طويل وبعد هيك شي راح كرار لازم نخسرك. صح هذا راح اضمه
بس انا وياك ما تتعاون على مود كراري خسره. طبعا ابيع يد واحده ضد كرار. انا وياك راح نضم ذني منا ساعه او ساعه ونص وناكلهن على مود نخسر كرار. صحيح. اوكي يلا مشينا. ايه وياك ثاني هسه انا تراجعت لين كلش جعت بعد ما اقدر. ها راح يتعاقب كرار. تراجع كراري. راح يتعاقب. رجعه بالقوري. يا يا يا. تراجع كراري. راح يتعاقب. رجعه بالقوري. همسه. ها. روجي من العقاب. ايه ضل يمه لا يشرد. هذا كم شو؟ وهسه العقاب. ويلا عاقبه. راح بيها كرار. تعال. صار لك هو يتعاقب بينا. تعاقب بينا كراري. اعطيني اعطيني ها تمشي. ايه ايه الحك انت هلا برد نار قلبي بيه هواي عاقبني. رايده رايده من هذا الثقيل. هلا ايه اداني اداني اداني. شوفوا ترى هذا عقابهم مو كلش قاسي. ادخلوا على الفيديوهات وشوفوا العقاب اللي معاقبهم يا اني قناتي. ادخلوا على القناه شوفوا. يلا ضغطوا على اسم وشاهدوا الفيديوهات ومشاهده ممتعه. نحبكم كل شويه. باي باي.